أغلبنا بيقضي ساعات طويلة داخل المنزل، وحتى البعض ممكن يضل أيام متواصلة بالبيت وما يخرج منه. بهيك حالات لازم توفر لنفسك مصادر تستمد منها الطاقة الإيجابية، وحنقدم لكم بهالخصوص نصائح صغيرة ممكن تفيدكم بتحقيق هالشي بالبيت. أولاً، الألوان أساسية بتعزيز الطاقة الإيجابية وخاصة النارية منها والربيعية والصيفية، مثل البرتقالي، الوردي والبنفسجي. بالمقابل، الألوان الداكنة مثل الأسود والكحلي تضفي شعور الكآبة خاصة عند إطالة النظر إليها. ثانياً، الإضاءة القوية بتوفر أجواء مفعمة بالطاقة والحيوية، فشدة الضوء بتنعكس على الحركة والنشاط بغض النظر إن كانت إضاءة بيضاء أو حمراء. ثالثاً، ممكن نوزع القطع المحببة لإلنا بالأركان والزوايا البارزة بالبيت، ووضع بعض الأضواء لتسليطها على القعدة والطاولة، وهالزاوية فينا نزينها بورق جدران أو نطليها بلون الطراء المفضل. رابعاً، تعتبر النباتات وخاصة الطبيعية منا عنصر أساسي بيضفي طاقة إيجابية وبينشر رائحة جذابة، وبيتوفر منها أشكال مختلفة كتير بتعطي جمالية واضحة للمنزل. أما عن الزهور فلا يفضل وضعها بغرفة النوم لأسباب صحية، ويفضل وضعها بالمطبخ والشرفة. وفي حال ما توفرت النباتات أو الزهور، ممكن نستبدلها بشموع متعددة الأشكال والروائح